أكيد أريز، رح ننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم يلي هي بتهم كثير من الصبايا والسيدات. يعني أكيد ما في صبية إلا وعندها اهتمام بموضوع الإكسسوارات إن كانت ناعمة أو ضخمة، واليوم رح نتعرف أكثر على كيفية تنسيق هالإكسسوارات لكل وقت، كيف فينا نختار هدية من الإكسسوارات أيضا مع ميرا كربوج مصممة الإكسسوارات. صباح الخير ميرا، صباح النور، كيفك؟ يسعد صباحك. أهلا وسهلا ميرا. أهلا فيكي. ميرا، خبرينا كيف هيك بدأت هالفكرة عندك إنك أنتي تقومي بتصميم الإكسسوارات؟ أنا من زمان بحب الإكسسوارات، بحب هيك قطعتي تكون مميزة غريبة، فحبيت إني أعرض أقدم شيء لمجال الإكسسوارات بعيد عن الأفكار التقليدية اللي عم نشوفها. فحبيت إنه نعرض نعمل أفكار الأسماء والإكسسوارات العادية، فعملنا تعاملت مع ورشات مختصين بهذا الشيء، صرت صمم الموديل اللي انا بدي اياه وبصير التنفيذ من خلاله، وهيك صرنا نعمل بالقطع الذهب او الفضه، وكمان صرنا نستبدل فيهم بالقطع المطليه فضه او المطليه ذهب. نعم ميرا، يمكن كل صبيه اكسسواراتها كثير بتحافظ عليهم حتى لو بطلت موضتهم، ولكن يمكن في اكسسوارات ما بتبطل موضتهم وبتضل يمكن مستمره او فيك تستخدميها بنمط محدد من اللبس. خلينا نحكي شو هي ابرز الاكسسوارات يلي مستحيل تبطل موضتها. تمام، هلا اغلبنا يعني اي حدا فينا كان عامل اسمه او شيء بخصه، شيء بخص ذكرى بتخصه، ف يعني ما بظن كثير انه تبطل موضتها. مثل عندنا هون الاسماء اللي عاملينها نحن في فضه والمطلي، فهذا الشيء يعني اما باي مناسبه صبيه بتقدر تلبسه فما راح تخلص موضته. او كمان فينا نعمل البورتوكليس صوره اللي شايفينها بتجمع اي شخصين بيحبوا بعض او غاليين علينا، فكمان فينا نقدم لهم اياها وبضل معنا طول العمر، كمان ما بتخلص موضتها. يعني ميرا، مثل ما قلت يمكن بالبدايه انه تكون قطعه مميزه كثير حلو انك تقدميها هديه، وانت دائما عم تكون افكارك مميزه. خبرينا عن اهم الهدايا يلي بنقدر ناخذها لرفقاتنا ويكون في شيء مناسبه معينه وتكون منا مثل اي اكسسوار عادي. كثير بنركز على موضوع الهدايا باني انا استفيد من المناسبه وبعد عن الفكره التقليديه اللي انا متعوده عليها. فاذا كان عندي مثلا شيء بخص التخرج، عاملين نحن وقت ما نعمل الاسم لحاله فينا نزود عليه طاقيه التخرج اللي احنا عاملينها هون بفكره ديزاين معين او بعده ديزاينات. اوكي، فرجينا اياها. او اذا كانت الصبيه ولدانه فبدنا نعمل شيء تلبسه هي وبيخص البيبي كمان. نعم، ففينا نعمل مجسم البنوتة أو البيبي ونعمل نحفر الاسم عليها، كمان بضل يعني طول العمر معه. نعم، أو الصبية اللي بتحب كثير المطر فنحن هون مدخلين حجر طبيعي هو اللازورد، مدخلينه مع شكل الشمسية بحيث انه تكون مثل المطرة والشمسية، عرفتي كيف؟ فكمان كثير بيكون ناعم ولذيذ. ما احلاهم. يمكن ميرا هلا موسم، مو موسم، او خلينا نقول نحن عايشين بوقت الفيسبوك هو الطاغي على كل الحياة، ويمكن عم يكون كثير مهم لتسويق البضاعة. قديش اليوم ميرا بتسوق بضاعتها عبر الفيسبوك، او قديش يمكن بتفيدي صبايا من خلال جروبات او من خلال اي حدا عنده نصيحه بتقدمي له اياها بستايلات الاكسسوارات؟ اكيد هلا نحن صرنا بعصر السوشيال ميديا، مثل ما بنحكي كثير صار التسويق على الفيسبوك اسهل من انا انزل لاقي غراضي بالسوق. في كمان الفيس بيلعب بدور انه انا ايمت ما بدي بالوقت اللي بدي اياه بقدر اعرض الفكره كيف ما بدي اياها، ويعني روجها بطريقه صح اكثر ما اني انا اني حطها بالمحل وكذا، فكثير بيلعب دور بهالقصه. نعم. كمان ميرا، وقتها اي حدا مثلا بيوصيكي على انه قطعه حابب ياخذ هديه، قديش ممكن تفاصيل صغيره يلي بتعرفيها عن الشخص ممكن تخلقي له قطعه بتلامس شخصيته، قريبه من شخصيته، بتشبهه وتكون يعني قطعه مميزه لإله؟ اكيد طبعا، يعني احنا اهم شيء لما الزبون بيحكي او بده يوصي على شيء يعني ادق التفاصيل بالخصوص الهديه ان كانت لصبيه ولا لشاب كثير بندقق عليها. مثل مثلا اذا صبيه عندنا يعني هي كانت بتدرس مثلا طب، هون نعمل بلاك سماعه الطبيب مع القلب والنبض، كمان فكره كثير حلوه
بتضل معه، يعني بتضل شيء يعني بتخص الشخص بذاته. نعم ميرا، يمكن كثير حلوين الاكسسوارات وافكار كثير مميزه، ولكن دائما عندنا مخاوف من جوده القطعه او من ضيان هي القطعه، انه ما تقشر او ما يروح لونها او ما تقلب على لون الحمار. يمكن في كثير عوامل بتؤدي لهيك، بس في قطع بتضاين اكثر من قطع. هذا الشيء بيلعب على دور الشخص اللي عم يستعمل الاكسسوارات. يعني اهم شيء انا ما تخلي البارفان لانه البارفان بياثر كثير على القطعه، بياثر على الطلي، بياثر على جوده المعدن اللي فيها، فكتير بينزع، كثير بيخرب لي اياها تماما. اما الفضه كمان بدنا نبعد عنه الحمض، يعني مو نقول انه هذا معدن فضه ما بيخرب، لا بينتزع اذا كثير قربنا عليه الحمض او المواد فهو بيسود. الذهب كمان بدنا ندير بالنا عليه، يعني اي معدن بالاكسسوارات بده يكون في كثير نظافه شخصيه، في كثير انه نحن ندير بالنا عليه، نهتم فيه، بضل القطعه بجودتها. يمكن الصبيه بتحتار شوي، مثلا صبيه نازله على الجامعه، انه شو الاكسسواري اللي بيناسب الجامعه وبيناسب الحياه اليوميه، وحتى كمان الصبيه اللي عنده شغل يومي، شو الاكسسواري بيناسب كمان يكون شيء عملي لها، شو بتنصحيها؟ دائما بالشغل او لما بننزل على الجامعه بدنا نختار الاكسسوارات تكون كثير ناعمه، مثل عندنا هون نحن عاملين حجار الطاقه، فهن كثير حلوين. تمام، هن كثير حلوين وناعمين انه نحن نحطهم الصبح، لانه تقريبا كل حجره بترمز لبرج معين، فبتعطينا هيك طاقه وقوه حلوه. كمان الاكسسوارات اذا بدنا نحط شيء بايدينا ففينا نحط الخاتم، هو عندك يا سنسال مع حرف هتوة. او كمان فينا نستبدله باسم. كمان بيطلع كثير نعوم وما بيلبكني يعني بشغلي او بوظيفتي. نعم، يمكن كمان الصبيه المحجبه كمان عندها نوع من هيك الحيره، يعني شو بدها تحط اكسسوارات انه ما يطلع كثير اوفر او يطلع كثير ناعم او يبين او ما يبين، شو بتنصحيهم للصبايا المحجبات؟ اكسسوارات المحجبه يعني اغلبهم مثل اكسسوارات الصبيه السبور، بس بتختلف شغله واحده، انه نحن بنعاني من طول العقد دائما. دائما يعني اذا بدي احط عقد بده يكون قصير، فانا بدي اخرب حجابي او انزع موديل القطعه بذاتها. فهلا عم بلعب على شغله معينه، انه انا طول السنسال اللي انا بدي احطه، بحيث اني انا ما يعني لا انزع حجابي ولا انزع الموديل القطعه اللي انا عارضتها. او هلا عم نعمل سناسل، يجيبوا سناسل طويله تقريبا طول 60 سنتي، او اذا ما توفر عندهم بيقدروا يجمعوا اي سنسالين عندهم ناعمين يوصلون ببعض، كمان بيقدروا يركبوا عليها القطعة اللي بدهم اياها. يعني كمان اشياء ممكن تساعدي فيها الصبايا، مو بس ممكن انت تصممي، ممكن تخليهم هن يقدروا ينفذوا اي تصميم بسيط ببيتهم. انت قديش عم تحاولي تسعي انه هيك تنشري هالاشياء الحلوه الجميله اللي عم تقومي فيها، ان كان عبر الفيسبوك او عن طريق رفقاتك؟ هلا كثير مثلا من العالم اللي كانت الهديه كثير يعني اللي بدهم يهدوها اياها كثير بخصهم، فانا بحاول اني اقول لهم انه بس ارسموا لي الفكره يلي ببالكم لحتى انا اطبق لكم اياها، مشان تطلع مثل ما بده اياها وبتخص الشخص اللي بده ينهدها. عرفتي؟ يعني اليوم البنت قديش برايك عم تسعى انه هي تعتمد على حالها اكثر، وعم يكون لها دور فعال، يعني مو بس دراستها وحياتها العمليه او بشغلها، كمان عم يكون في عندها هوايات. اليوم انت كبنت سوريه قديش عم تحاولي تعتمدي على حالك اكثر، عم تحاولي يكون في مورد مادي لك اكثر بعيدا عن الدراسه؟ يعني اي شيء نحن اي فكره حدا بباله بيقدر يقدمها ما يوقف عنا، لانه يعني دائما في عالم يعني حتضلها معك وتدعمك باي شيء بتعمليه انت، خاصه اذا عم تقدمي افكار جديده، افكار مالها يعني ما لها كثير معروضه، افكار بعيده عن الافكار التقليديه، فهي كثير بيكونوا مرغوبين، كثير بيكون لهم تسويق، كثير بيكون هيك يعني في جماليه بالقطعه. نعم ميرا، يمكن فكرتي او شاركتي ببازارات اقيمت بهون بالشام؟ يمكن عم نشوف كثير من البازارات بمواسم متفاوته، شاركتي؟ كان لك مشاركه؟ لا لسه ما شاركنا بهيك شيء، اكيد بفكر بهيك شيء، بس لحتى نتطور اكثر ان شاء الله، وحيكون كثير في شغل بالبازار. اللي حابب يتواصل معك ميرا كيف بيقدر يدخل على صفحتك ويتفرج على الاشياء الحلوه اللي عملتيها؟ اي حدا بيقدر يتابعني ويتابع الشغل، بيقدر يشوف الشغل على جروب بورتو كلي اند وود، واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي.
موفقة يا ميرا، وإن شاء الله هيك بنستقبلك بمرات قادمة، يكون عندك تشكيلات كتير حلوة ويمكن بتلبي طلبات واحتياجات كل الصبايا. شكرا لك، شكرا على الشغل الحلو. زميلي شكرا كتير، ميرسي لكم. شكرا لك ميرا كربوج. يعني